حتى كل هذه المراحل لم يعلنوا بعد الحرب البرية، يقولون أنهم في طريقهم لشن الحرب البرية التي يخططون لها منذ فترة، لكن يتبعوا استراتيجية القضم المتتالي في شمال غربي قطاع غزة، تقدموا إلى مناطق عديدة، هم في الشرق أيضا تقدموا، في تل الهوى هم اليوم موجودين في طريقهم وفق خطط لفصل قطاع غزة إلى شمال وجنوب ليطبقوا الطوق على قلب غزة وخاصة مستشفى دار الشفاء، حسب مزاعمهم أنه مركز القيادة والسيطرة موجود تحت مستشفى الشفاء ومركز آخر موجود تحت مستشفى القدس، وبالتالي هم يطبقوا الطوق على المقاومة. رغم ذلك المقاومة تبلي بلاء حسنا، حتى الآن أعلنت إسرائيل عن خسائر تقدر ب14 جندي، وربما تتصاعد هذه الخسائر، ربما تحتفظ إسرائيل بهدف استراتيجي وهو القضاء على حماس وتغيير خارطة غزة على أقل صحيح. تقدير، لكن هذا يعني قياسا بالخسائر اللي هذا هو الهدف، مش بس غزة، ليس فقط غزة لو سمحت لي بس دقيقة، ليس الهدف فقط غزة، من غزة سوف تتغير الخريطة السياسية في الشرق الأوسط وربما إلى أوسع من الشرق الأوسط في المنطقة وربما سؤالي أوسع هنا.